بعد هالموضوع سمو بعد الله يجزاكم الجنة وياك. قرأ وشنف أسماعنا أبو تركي الله يجزاه خير وأبو سلمان ما شاء الله أدلى بدوره في هذا المجال وعلق وأبو عمال يحتاج أبو محمد عاد يعرفك على حقيقتك أي ما شاء الله. الله سبحانه وتعالى أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه القرآن في وقت وصلت فيها اللغة العربية إلى أعلى مستوياتها. الله أكبر. فكانت هي الإعجاز أنك تنزل عليهم كتاب بلسانهم. نعم. لأنه جميع أغلب الأمم برزت في صناعة أو تجارة أو علم أو بناء أو لها شواهد موجودة على سطح الأرض يشهد بها التاريخ. صح. فالله سبحانه وتعالى تحدى في هذا حتى الشعراء، كانت المعلقات السبع تعلق على أستار الكعبة سنويا. فالله سبحانه وتعالى وش يقول؟ قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. أدباءهم وعلماءهم وحكماءهم وشعراءهم وإنسهم وجنهم ما يستطيعون. أما الشعر زي ما تداخل الأخوان يدخله الكذب، فأنا دائما أقول للأخوان أنه يعني هذه قد تكون جينة من سلالة أجدادنا العرب. كان كعب بن زهير ولا اللي يقول ونشرب إن وردنا الماء صفوا، عمرو بن كلثوم أي ويشرب غيرنا كدرا وطينا. هذه طبعا قمة الأنانية، يعني أجل الغدير صافي واشرب وخليه إذا بلغ الصبي لنا فطاما تخر له الجبابر ساجدين. الأكذب منه وش يقول؟ ملأنا البر حتى ضاق عنا وعرض البحر نملأه سفينة. ما كان فيها كالوقت ولا عربي يعرف يسمع. ما ذلك نعم. من قوتنا هاي المبالغ. الشيء الثاني طال عمرك الشعر يجي فيه، أنا دائما أردد شعر يا خالق الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. يقول لا ما يجوز. قلت ليش؟ اقر لي البيت. فهي الشاعر زي ما تفضلوا الأخوان كاتب يا أكرم الخلق هو قايل عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه قصيدة أبو الصيري، هذه من يردوا عليه، ما أخذ عليه، ما أخذ عليه. فإحنا نردد نقول يا خالق الخلق اللي هو الله سبحانه وتعالى. في العصر العباسي بنى أحد الخلفاء قصر، فجاب أحد الشعراء لا يحضرني اسمه فقال أبيك تصف لي القصر. قال له أعمر بقصر الملك ناديك الذي أمسى بمجدك بيته معمورا. شوف الكذب. بيت قصر لو أنك قد كحلت به أعمى لعاد إلى المقام بصيرا واشتق من معنى الجنان نسيمه فيكاد يحدث في العظام نشورا. يعني أكذب من هذا ما فيه. مبالغة ذي أبو. بالضبط. الشيء الثاني الشعر أحيانا يجي فيه التشاؤم للآخر. أحد الخلفاء بنى قصر فجاب أحد الشعراء قال وصف لي القصر. قال يا دار غيرك البلا وطواكي يا ليت عمري يا ويح عمري ما الذي أرداكي. قال اهدموا القصر. أعوذ بالله. فالشعراء ما شاء الله عليهم ترى يجيدون ويقارعون، وهذا ملكة تجيهم. وقد يكون ترى لهم بعض المخاوين يلهمونهم، والشعر إلهام. وأنا أغبط الشعراء عند حسهم المرهف، وإن شاء الله أن أخواننا كلهم الشعر يطوعون تطويع ليخدم الحق والحقيقة. عز الله المتصفيق. هذه واحدة. الناحية الثانية مخاوات كانت أبو محمد، آمل من جمهورنا ومن جميع المشاهدين أن تكون قدوة لرحلاتهم. تكتشف صاحبك يطلع معدنه تصير قدوة للآخرين في الحفاظ على السمعة الطيبة، شخصيتك كشخص مسلم كمواطن سعودي تنقل صورة بلدك، المحافظة على البيئة، النظافة، تترك الشيء غير من أكلك البلد اللي تروح كل من أكله، لا تشيل الرز والكبسة تسويها هناك. لا هذا عاد إن شاء الله. فعاد أكيد أنكم غيرت الرز. أكلت ربيان يا أبو محمد. أي والله ربيان وأكلت واحدة الرز والحاش إن شاء الله. هذا لا كاتربيان ابو عبد الله معكم ابو عبد الله معكم كاتربيان ابو عبد الله ياكل السمك مو بياكل سمك ابو عبد الله سعيد السعيد من عشاق السمك
يمسك السمك من راس الى ذيله ويفصفصها ويفصفصها ما يخلي فيها شيء بس الروبيان ما ياكله بس ترى يا رجال كلش الى قال السمك قالوا ترى هذا من نظم الشعر اللي قاعد نقوله هذا من نظم الشعر مو كل شيء يخالف الشعر صحيح فهذا لا بالعكس اللي قلنا عن السعيد من نظم الشعر لا والله ما يوطن السمك ولا الروبيان ولا اي شيء بحري مره صحراء